كنا حكينا قبل في حلقة سابقة في أوتوتيك على واحدة من أهم وأنجح الشركات في العالم في مجال الزيوت وهي ليكيموليو. ليكيموليو اللي تعتبر أهم شركة في مجال الزيوت في العالم، الشركة الألمانية تقدم اليوم في حلول الكهرباء والموتورات وحائزة على جوائز هامة في المجال هذا. في حلقة اليوم وفي كو كنا حكينا في المرة السابقة على دي تكنولوجي اللي تقدم فيهم الشركة للكهرباء، اليوم باش نحكيو على دي تكنولوجي أخرى ديستيني أكثر للي موتو وللي سيكتور ماريتيم. كيما قبل مشينا قابلنا خير الدين بن جبارة الريسبونسابل كوميرسيال في ليكيمولي تونس، وين باش يقدم لنا لي تكنولوجي نتاع ليكيمولي في الموتورات وفي الماريتيم. اليوم باش نحكي لكم على لي برودوي ليكيمولي موتو. بالطبيعة الجامة نتاعنا ياسر كبيرة، فيها الزيوت والزاديتيف اي اوسي لي برودوي دونتروتيان. بالنسبة للزيوت، تعرف انت الجام ليكيمولي تنصحكم ديما باش تستعملوا زيوت هومولوجي. عندنا الجام 4 طون و 2 طون. بالنسبة للجام 4 طون تنجم تلقاها من السومي سينتيتيك حتى تكشف 100% سينتيتيك، وتنجم تلقى زاد المينيرال. كما تشوفوا لهنا لي برودوي نتاعنا ديما موجودين في الموتو جي بي 2 اي 3، يجريو بهم في لي زيكوري الكل دوت كاليتي. ننصحوهم معناها ديما الناس باش تستعمل زيوت هومولوجي. كما تشوفوا لهنا معناها فيهم لي جيسو ولي زابي اللي تنصحكم معناها اللي ديما باش تستعمل زيت بيان سبيسيفيك للموتور نتاعكم. في الدوتون زادة تنجم تلقاهم زيوتنا موجودين من السومي سينتيتيك حتى تكشي للمينيرال، زيوتنا للسكوتور لاي اوتيليزاسيون تاع الموتورات اوربان. في لي برودوي دونتروتيان الجام ياسر كبيره. ليكيمولي تنصحكم باش تستعمل الجريس نتاع الشين والنيتوين نتاع الشين كل 500 كيلومتر، وكل 500 كيلومتر تعمل نيتوين نتاع الشين باش تنحي الوسخ ومن بعد تعمل الجريساج نتاعك. بالنسبه للزاديتيف اللي هي حاجه جديده في تونس، ولات لزاديتيف موتو جام ليكيمولي كبيره وتحل لكم برشا مشاكل. بالطبيعه نيتوين انجكتور في الليسونس، كما تنجم تلقى لامواز 2 هذا يحسن لك الاداء نتاع الزيت نتاعك، كما تنجم تلقى برشا برودويات اخرين كما نيتوين رادياتور وستوب فويت رادياتور، هذوما كلهم تلقاهم ديسبونيبل عند ليكيمولي. حل باهي برشا باش تستحفظ على الموتور نتاعك. احنا توا في نت سرايت ماجازان سبيسياليتي نتاع تبيع موتورات لي اكسسوار نتاع الموتور لي برودوي دونتروتيان. ليت سرايت ان طونكو بروفيسيونيل دو لا موتو تنصح باش نستعملو تو لي برودوي ليكيمولي. C'est un produit qui amène l'anticorrosion. ينظف لي كونتاكت الكتريك وينحي الملح من الموتور ويستحفظ على البروتكسيون كونتر ليميديتي.